مشاهدينا الكرام مساء الخير اهلا وسهلا ومرحبا بكم في نشرتنا الجويه لليوم الخميس 24 فبري 2022 واللي استقرت فيه تقريبا جل العناصر الجويه مع ارتفاع عنصر الضغط الجوي ظاهره الضباب المحلي هي اللي طلبت منا نصيب من المتابعه بمنخفضات الشمال الغربي في الساعات الاولى النهار وبعد ذلك كنا معنيين بمؤشرات دفء وارتفاع طفيف سجل فيما يتعلق بمؤشر الحراره مقارنه بالفترات السابقه ظهر هذا اليوم درجه الحراره كانت ما بين 17 الى 21 درجه مئويه وميزات تقس اليوم نشوفهم كالعاده من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي وكما تلاحظوا بعد تقشع الذباب كنا معنين بظهور مجموعه من السحب المرتفعه واللي كانت اكثر كثافه في فتره ما بعد الظهر بالشمال وبالمرتفعات الغربيه الليله باش يكون الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد درجات الحراره قد تتراوح ما بين العشره الى 14 درجه في اغلب المناطق باستثناء المرتفعات تكون في مستوى 8 درجات خلال يوم الغد ان شاء الله باش يتواصل مؤشرات الصحو اجواء مغيمه جزئيا وممكن السحب تكون اكثر كثافه في مناطق الشمال نشاط متوقع الرياح في الولايات الساحليه و درجة حرارة قد تعرف تراجع طفيف بالشمال وبالمرتفعات في حين تتواصل في استقرار ببقية مناطق بلادنا كالعادة نقدم لكم قراءة تفصيلية لدرجة حرارة قصوى المتوقعة بمختلف الولايات بتونس الكبرى قد نسجلوا 19 ظهرا 19 بنابل 17 بقليبيا نتوقع تسجيل 17 في بنزرت و20 بزغوان بمناطق شمال غربي درجة حرارة قصوى تكون في مستوى 16 بتبرقة 19 باجا 20 بسليانة بجندوبة وأيضا بالكاف نتوقع تسجيل 19 بتالا على بالقيروان 23 بجيتا الساحل بسوسة درجة حرارة قصوى تكون في مستوى 20 درجة 19 بالمنستير بالمهديه بصفاقس 23 22 بزرقاق نسي لبوزيد درجه حراره ظهرا تكون في مستوى 22 قد نسجلوا 22 بالقصرين وبمناطق الجنوب الغربي من المتوقع تسجيل ارتفاع طفيف في درجه حراره القصوى تصعد الى مستوى 23 بقفص توقع تسجيل 25 بتوزر 25 ايضا بقبلي بقفص 24 وببقيه مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيره جربان توقع تسجيل 20 ظهرا 24 في مدينه 23 بتطاويل و20 برمده بالنسبه للملاحه والصيد البحري بسواحلنا الشماليه منطقه تيسيرات وخليج تونس رياح في اغلبها غربيه الى شماليه غربيه سرعتها من 15 الى 25 عقده تصل مؤقتا الى 30 والبحر يكون مضطرب الى شديد الاضطراب بالشمال بخليج حمات بجهه الساحل وصولا لمنطقه شابه ريح تكون جنوبيه غربيه ثم تتجه الى القطاع الشمالي سرعتها من 15 الى 20 عقده تصل مؤقتا الى مستوى 25 والبحر يكون متموج الى مضطرب وبخليج جابس ريح تكون جنوبيه غربيه ثم تتجه الى الشماليه الشرقيه سرعتها من 15 الى 20 عقده تصل مؤقتا الى حدود ال 25 والبحر يكون مضطرب في سواحل صفاقس جابس ومدنين كالعاده نقدم لكم فكره حول حاله الطقس في بعض المدن والعواصم العربيه والاوروبيه نوكشوت اجواء مغيمه جزئيا 27 درجه مؤشرات نزول الامطار بدر بيضاء 16 بالجزائر مع ظهور بعض السحب اجواء قليله السحب بطرابلس 19 مع تواصل درجه الحراره القصوى في مستوى 32 بالخرطوم اجواء تكون مشمسه بالقاهره تقلبات جويه منتظره 18 درجه بالبقاع المقدسه قد نسجلوا 29 بالمدينه المنوره 31 بمكه المكرمه تقصى في بدوحه 26 25 بابو ظبي و27 بمسقط بالكويت 24 نتوقع تزيل 25 ببغداد بالشرق الاوسط عوده مؤشرات الاضطرابات الجويه مع انخفاض متوقع لدرجه حرارة ولقد تتراجع الى مستوى 11 بدمشق 15 ببيروت 9 درجات بالقدس الشريف باسطنبول اجواء بارده نسبيا مع القصوى قصوى لا تتعدى 8 درجات مئويه وباوروبا بروما نتوقع تزيل 16 درجه بعد سحب بفيينا امطار ببرلين بامستردام ببروكسل جنيف 9 درجات سحب عابرة بباريس مارسيليا 13 اجواء مغيمه بمدريد 13 درجه وب بيرسبونا 18 تطور الوضع الجوي خلال الأيام القليله القادمه نهايه الاسبوع خلال يوم السبت مبدئيا تكون معنيين بظهور بعض السحب على كامل البلاد واللي تكون اكثر كثافه في مناطق الشمال وخصوصا ولايه الشمال الغربي يبقى ابرز مؤشر جوي هو النشاط النسبي المتوقع للرياح في الولايات الساحليه وخصوصا منها الشماليه وين توصل سرعتها الى مستوى 50 كم في الساعه تبعا لذلك البحر يكون مضطرب الى شديد الاضطراب بالشمال متموج ببقيه المجالات البحريه ودرجات الحرارة اجمالا في استقرار نسبي القصوى من بين 17 22 درجه بالشمال وبالوسط وارقام تروح من بين 20 الى 25 جنوب البلاد خلال يوم الاحد باش تكونوا معنيين بمؤشرات نزول امطار بالشمال ومحليا بالوسط بعد سحب جنوب البلاد الرياح تتوصل في اغلبها من القطاع الشمالي تبقى قويه نسبيا الى قويه قرب سواحل ومعتدله داخل البلاد بحر شديد الاضطراب بالشمال مضطرب ببقيه المجالات البحريه ودرجة حراره من المتوقع كون تعرف تراجع نسبي معيدة شروق الغروب بمدينه تونس اليوم الغد شروق الشمس ان شاء الله في الساعه السادسه و55 دقيقه غروبها في الساعه السادسه و دقائق لمزيد من المعلومات والارشادات نذكر بطرق الاتصال والتواصل بالمعهد الوطني للرصد الجوي، موقع الويب www.meteo.tn رقم الموزع الصوتي وتنجموا تتفاعلوا معنا ايضا من خلال صفحه الفيسبوك الخاصه بالمعهد اوقات الصلاه بمدينه تونس وما جاورها. اليوم الغد، ساعه صبح بدايه من خمسه وعشرين دقيقه، ظهر منتصف النهار 39 دقيقه، ساعه العصر في الساعه الثالثه 41 دقيقه، ساعه المغرب في الساعه السادسه و12 دقيقه، وساعه العشاء باذن الله في الساعه السابعه و36 دقيقه، ختاما شكرا على حسن متابعه الاهتمام، الى اللقاء.